اللي خرجتي بها هذا الصباح في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا في الاجتماع ديال لجنة التتبع وهي الآلية ديال التتبع ديال تدبير الشركة ديال كازا إيفنت المركب الرياضي محمد الخامس وفق الاتفاقية الانتداب اللي عندها مع جماعة الدار البيضاء. هذا الاجتماع هذا كان مقرر سابقا، يعني ماشي جا تبع الأحداث اللي شهدتها المقابلات الأخيرة في المركب الرياضي محمد الخامس، وهي آلية تتنعقد دوريا والدور ديالها هو التتبع والتقييم ديال التدبير ديال شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط العملية ديال التدبير. طبعا كان في صلب الموضوع المشاكل الأخيرة اللي كانت في المركب، جميع المشاكل يعني من مشكل ديال التذاكر، من مشكل ديال التنظيم، مشكل ديال نظافة الملعب، كاع الإشكالات اللي كانت مطروحة. كان نقاش اللي هو يعني موضوعي، نقاش اللي هو دام أكثر من 3 ديال الساعات، نقاش اللي طرحت فيه جميع الإشكالات اللي هي تعرفها المركب الرياضي محمد الخامس، من عملية ديال التأهيل، من استكمال عملية ديال التأهيل، من مشكل ديال المرافق اللي هي محتلة من طرف واحد العدد ديال الهيئات وديال ديال ديال المؤسسات، من مشاكل ديال التنظيم والنظافة، يعني واحد العدد ديال الأمور. الشركة عطات واحد العدد ديال الإيضاحات، شفنا دي فيديو، شفنا صور، شفنا واحد العدد ديال الأمور اللي هي كتهم العملية ديال الولوج وديال البوابات الإلكترونية واحد العدد ديال الأمور. الاجتماع قرر أنه يكون اجتماع يوم السبت، لأنه الموضوع ديال المركب الرياضي محمد الخامس موضوع فيه عدة متدخلين، لا يعقل أننا نجلسوا اليوم ونتكلموا وكاين أطراف أخرى غير حاضرة. فصحيح أن اللجنة ديال التتبع الأعضاء ديالها اللي كاينين في الاتفاقية محصورين، لكن ضروري يحضروا معنا الجهات ديال الأمن، وضروري الناديين بجوج يكونوا معنا في اللجنة ديال التتبع. فلذلك تقرر أنه يكون اجتماع يوم السبت المقبل، ما بغيناش نخليو الامر يمشي حتى العيد، حتى لا يقال اننا كنلعبوا على عامل الزمن. وهذا قطعا هذا الهاجس ما كاينش، الهاجس اللي كاين عندنا كجماعه ديال الدار البيضاء ان هذا الملف مادام فتحنا فيه النقاش انه ان شاء الله الرحمن الرحيم الغايه هي نحدوا من هذه المظاهر اللي هي ماساويه واللي شفناها، يعني اللي كترافق المقابلات وخصوصا المقابلات الكبيره. جزء من المشكل اساسا واللي هو كانت فيه التوصيه الاولى هو المركب الكبير او الملعب الكبير لمدينه الدار البيضاء، لان اليوم الموقع ديال المركب محمد الخامس القدره الاستيعابيه ديالو جزء من الاشكال ديال التنظيم، ولو نجيبوا مناهج ديال التنظيم والتدبير اللي هي هذا كاين صعوبه ديال المركب والموقع ديالو، ولا المشكل ستاسيونمون، ولا المشكل ديال المحيط ديالو، ولا واحد العدد ديال الامور اللي هي في حد ذاتها طارحه واحد الاكراهات. كذلك القدره الاستيعابيه ديالو، اليوم الناس كتمشي للتزوير وكتمشي تجي تقتحم الابواب ديال المركب، وهذا فبسبب اش؟ بسبب ان الطلب اكثر من العرض. الجماهير الدرجه والوداد معروفه انها جماهير يعني بقاعده شعبيه اللي هي كبيره، والحاجه الى مركب ديال 80000 90000 حتى 100000 ديال الجمهور. فلذلك من اول التوصيات اللي حنا تكلمنا عليها اليوم هي ان الملعب الكبير ديال الدار البيضاء يكون في اولى الاولويات ديال برنامج جماعه الدار البيضاء في هذه الولايه هذه، وخاص التعبئه عليه يعني بايجاد الموقع المناسب والميزانيه كذلك المناسبه. تكلمنا على الاتفاقيه ديال الانتداب ورصدنا واحد المجموعه ديال الامور اللي خص يمكن يكون فيها تعديلات، لكن تعديلات اكيد لان كاين واحد العدد ديال الاطراف ما داخل شيء في الاتفاقيه، كاين عدد واحد العدد ديال الالتزامات وديال سميتو ما خصها واحد التدقيق وخصها واحد التوضيح. دونك قررنا انه يكون استكمال ديال الاجتماع ديال اليوم يوم السبت بحضور جميع الاطراف. كنأكد على الاطراف اللي هي ما كانتش معنا اليوم اللي هي الجهات الامنيه واللي هي كتحمل واحد المسؤوليه يعني مشكوره وكتقوم بواحد الادوار اللي هي كبيره، وكاين واحد العدد ديال الاشكالات مرتبطه بالمركب خصنا نشوفوها جميعا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون التنظيم في المستوى اللي تيطلع عليه الجميع. كذلك الانديه بجوج عندهم مسؤوليات لانهم عندهم مطالب وعندهم واحد الاشياء اللي هي جزء منها مقبول ومعقول، ولكن حتى هما عندهم واحد العدد ديال المسؤوليات خاص يتم الضبط ديالها باش الجميع يكون يعني يكون كيتحمل المسؤوليه ويكون كذلك يعني راضي على الخدمه اللي تتقدم داخل المركب. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.